اغلبهم يختلف. وانا زي ما وعدتكم اي طالب اليوم يجيب فوق 90 يعني استثناء في كل الرحلات اللي جاتها. للامانه لبسكم ممتاز جدا كحضور، لكن اشدد عليكم في الاجازه هذه لا تضيعون حبكم، راجعوا قد ما تستطيعون. الاخلاق الاخلاق والادب الادب، هذا اللي حبيت اضيف لكم، وجزاكم الله خير، وان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا ويعيننا كلنا حتى نحفظ كلام الله. ونقطه اخيره، انا ما بقول انه نبغى نحفظ اكثر، ابغى اقول انه تحفظ ولو شيء قليل لكن ضابط ومتقن افضل انه نحفظ 30 جزء تجلس معه تساله كم سؤال تلاقيه مضيع. فلو جيت انت في هذا السنه حفظت جزء عام بس خاصه المستجدين، لو حفظت جزء عامة واقل لكن ضابط ما تغلط وما شاء الله تسمع مهما واحد سالك في اي مكان تقدر تكمل وتقرا، افضل من هذاك اللي جاوب هذا السنه حفظ 5 اجزاء لكن ما هو ضابط ولا هو مضيع. طيب، فقليل وثابت وضابط ومتقن له افضل من يكون كثير ومضيع. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. شوف إلى الآن وأنا سامع، مع أنه أنا جالس أقرأ سامع بعض الطلاب يقول الذين هم على صلاتهم، غلط. الذين هم عن صلاتهم ساهون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. البعض يقرأ لإيلاف، غلط. لإيلاف قريش. إيلافهم. غلط. لإيلاف قريش. إيلافهم. الذي أطعمهم. استنى. عبد الله سورة الكوثر. عبد الله سورة الكوثر. اسمع يا شباب. عيد. غلط. إنا أعطيناك الكوثر. قول الآية. فتولوا عنه مدبرين. اشرح يا سلمان. ها؟ طيب سلمان يقول فتولوا عنه مدبرين، خليني أنا أبين المثال هذا. شوف سلمان يقول قول الله تعالى فتولوا عنه مدبرين. فتولوا عنه مدبرين. شوفوا يا شباب سلمان جاب مثال له 5 درجات جزاه الله خير. أول مثال يجيبها الطالب صح. المثال يقول فتولوا عنه مدبرين. شوفوا يا شباب فين عندنا النون، هذا عنه ساكنة صح؟ نون ساكنة. إيش بعد النون الساكنة؟ حرف الهاء. والهاء من حروف الإظهار. الهاء من حروف الإظهار. إذن سلمان 5 درجات.
خمسة درجات. ومن البرامج التي كان المجمع قد تبناها برنامج الطالب المثالي في أسبوع، وذلك تحت الضوابط الخمسة التي سيأتي ذكرها، بحيث يكرم الطالب الفائز في نهاية الأسبوع أمام زملائه وتسجل له تلاوة قرآنية، ويعمل لذلك مونتاج ويرسل في جروبات أهل المنطقة على الواتساب، ليشعر الطالب بإنجازه وقدره على تحقيقه هذا اللقب. وإليكم نماذج ممن فاز بشرف هذا اللقب. يا حافظ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. يا حافظ القرآن. يا حافظ القرآن. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، كل نفس لما عليها حافظ، هل ينظر الإنسان مما خلق. يا حافظ القرآن. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، والآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا حافظ القرآن. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. ومن البرامج التي تبناها المجمع أيضا برنامج تلاوات واعدة وتراتيل صاعدة، بحيث يختار أسبوعيا ما أمكن عدد من الطلاب المتميزين في المراحل المتوسطة أو الثانوية أو الجامعية، ممن هم أحسن الطلاب أداء وصوتا في الحلقات، فتسجل له تلاوة بالفيديو ويعمل له مونتاج، ومن ثم يرسل في جروبات أهل المنطقة على الواتساب، ليشعر الطالب القارئ بقدره
ويكتسب ثقة في نفسه ويحسن أداءه القرآني إلى الأفضل دائما، وليكون أنموذجا وقدوة لغيره من طلاب الحلقة وغيرهم، وليشجعه في استمراريته في مسيرته القرآنية. وإليكم نماذج ممن سجلت تلاواتهم في هذا البرنامج. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ما قدمت وأخرت. وبعد فهذه ضمن تغطياتي وجولاتي بين أروقة الحلقات القرآنية ورحابها الفسيحة البهيجة، وسعيا مني في أن أنقل شيئا مما يفيد لمن يعمل في هذا المجال الرحب الطيب، وأبرز ما يدور في أروقة الحلقات مما يجدر أن يبرز وأن يذكر بل ويظهر. وأمل الأول والأخير أن أكون أنا وإياكم ممن يخدم كتاب الله وأهله وحلقاته بما يستطيع ولو بجهد المقل. وانتظروني في التغطيات للجولات القرآنية القادمة إن شاء الله، ودمتم مع كتاب الله تالين متدبرين معظمين له عاملين به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.